أمي غدا أريد منكم أن تذهبوا وتطلبوا لي فتاة وإن كانت زوجتي سيلجان راضية لن أطلقها وإن لم ترضى هذا فكما تريد إن كان هذا الأمر يسعدك ويزيدك حسبا ونسبا ويديم نسلك فأنا راضية سيدي ومن الفتاة؟ السيدة غونجاكول غوموشتكين يعرف هذا؟ غدا قبل أن تذهبي كي تطلبي لي الفتاة أتمنى أن ترسلي له خبرا بذلك إن كان هذا الموضوع في قلبك وإن كانت سيلجان راضية بهذا الأمر فنحن لن يكون عندنا مانع وفقك الله شكرا لك أستأذنكم سوف أذهب وأنا أستأذن كل واحد منا له قدره فليعطيهما الله الصبر أستأذنكما إن شاء الله يا أمي أثرينا بأن غونجاكول مناسبة لأخي أنا من اخترت سيلجان ولم تتفق مع غوندوكتو والآن هو الذي سيختار زوجته صدقت يا أمي متى ستعود حليمة يا بني؟ لقد أخذت معلومات السيد أرتوكوش إلى السلطان وستخبره بأوضاعنا ثم تعود